أهلا وسهلا. ومثل ما شفتوا أوقات الإنسان ما بيتصرف بس من العقل وإلا بيكون مكبوت. لازم نتصرف من العقل يلي في عقل وجهل، لازم نتصرف من حواسنا الخمسة والسبعة والأبعاد مثل الأطفال، وإلا ما في تسامح. مش لأنه غلطانين، كلنا غلطانين، بس إذا ما في غلطة ما في غطة، إذا ما في غطة ما في وعي. رح تشوفوا ليش كلمة هبطوا مصر، ليش نحن بهالهبوط. هبطوا مصر، مصر الفراعنة. مين اللي علم الأهرام؟ مين عمرون ومين علمون؟ منين اجوا؟ من أي كواكب؟ فيكن تقروا بالأذر دايمنشنز، فيكن تقروا كيف تعمرت. تعمرت بالأصوات، بالصنوج. علم كبير عندهم، ولكن العلم يعمي والجهالة تعمي وكلاهما بلاء. صار عنا هرم فرعون هون وبيحكم يلا هي بيتعسيه 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 بيتعسيه، بعدين بتجي القاعدة بصير في الشعب عم بثور. كل إنسان، سامحوني أنا واقفة بالمطبخ، ولكن وقت بستضيف ضيف بعده حدي على الأرض، وأكثر الأوقات على يميني. أوقات إذا ما كان على اليمين بيكون بسبب المكانين، لأنه أنا أنثى إذا كان ذكر أو إذا بالجهتين بحطه على اليمين حتى يكون التكريم للضيف. وما بقطش، هي شيء معروف، حط كلمتين وبسمع وإلا ما بستضيف. فإذا أي مقام عطانا الأهرام؟ هالمقام مقام النفس والنفس. اجوا الفراعنة وحكموا العالم، قطعوا له نفسه، حطوا عيبه وذنبه في حاكم وهيك، وبيقعدوا وراء الطاولة. طالما في بيني وبينك حاجز، في حاجز إسرائيل. هالعلم بقي عند اليهود؟ نعم، سموهم 3M people: mind, money and media. هن اللي عملوا كل المأكولات وكل شيء يلي بيسبب الدعارة. جابوا كل الأموال، هن أقليات، شوفوا العلوم اللي عندهم، حكموا الأرض مش العرض، والأرض رح تبرم وتنتفض. في نعم سيأتي زمان، ومن علامة الساعة معروفة، الأرض عندها رحمة ما بتقبل الجريمة. هلأ شو أجوا الأنبياء قالوا؟ المسيح قعد على طاولة غسل إجرين التلميذ، مش بس من باب التواضع، من باب العرفان، العارفين والعارفات. وكان معه على الطاولة نساء وأطفال ورجال وكبار. ما تشوفوا اللي عم بتشوفوه أنتوا بالكنائس، يعني أنتوا قروا أي كتاب وافتحوا الإنجيل والقرآن اللي بالقلب، أنت كتاب الله المبين. هودي بيعطوكم مفاتيح وانت بتفتح. إجا الإسلام علنا، نحط شريعة لا إله إلا، تأكيد رفضوا تأكيد، وحط علم الطواف، وقال مجلس تشاوروا بيناتكم، استفتي قلبك ولو أفتوك. هيدا بيغلب هون، ما بقى في فرق بين الملك والمملوك، ما في مملوك وما في ملك. لسبب من أسماء الله الحسنى يا ذو الجلالة والإكرام، ملكوت الله، كلنا خدام وخليفة، كلنا منتساوى بالحياة وبالموت، حياة الخلفاء، مال المسلمين. المسلمين الفطرة، الإسلام هو الفطرة، الاستسلام إلى الله. من بعد ما بتشوف حالك يا إنسان إنه استكبرت وأنا شيء مهم، بتلاقي النملة أهم والعنكبوتة والفراشة والبرغشة، بترجع إلى إنسانيتك بعلمك أنت وبطوافك أنت مع كل اللي عم بطوفه من الكائنات، وأنت سيد الكائنات، أنت من نور. وقت اللي بكون من نور، النور بيطوف مش هرم. فإذا الهرم اليوم فرعون هون يلي هي الجنس الكبت، وكلنا فاتحين القاعدة. من هون اجت زيادة هلأ الجنس، وبنوع خاص اللواط. هيك صار على أيام
سيدنا نوح وسيدنا لوط، صار كتير صدوم وعمورة، لأنه الحكم عم بيجي مش من الله، من فرعون مش من إنسان. واو نون فرعون. إذا منرجع إلى العلم، يمكن علم الحروف أو علم السيمياء أو علم الكيمياء موجود عند ابن سينا وعند علماء العرب يلي هن أخذوا من اليونان، واليونان أخذوا من غيرهم من الفيديك ميديسن. هالطب اليوم موجود علنا وبيتعلم بالهند بأمريكا حول العالم، وعنا بلبنان ببيت السلام فيديك ميديسن. يعني بتاخذ أنباطك وبتعرف كيف تاكل، كتاب طب النبوي الشريف أو طب الإمام علي، حار بارد، جاف رطب، ذكى أنثى، بالمواسم كمية ونوعية، أدب المائدة. فإذا ما تغير الدم ما بتغير اللحم والعظم، منضل عايشين من غم إلى هم ومن سم إلى سم حتى يجي دورنا من القبر إلى القبر. هيدي حياة الإنسان، مش من القبر إلى الممر إلى المقر. فإذا أي متى بدنا نوصل؟ كنا من التفاهم صرنا إلى التفاهة والسفاهة. شو اللي وصلنا لهون؟ ليش وصلنا من التفاهم إلى التفاهة؟ شو عملنا؟ في كلمة هون مهمة كتير موجودة بقلوبنا كلنا، سميناها التفاحة. إن شاء الله بعد شوي بجيب تفاحة وبتشوفوا ليش أخذوا رمز التفاحة. حضروا الحلقة المقبلة، سجلوا هالحلقات كلهم وحطوهم ببيوتكم، وكتار اللي عم بيعملوا هيك ما عنا خلاص إلا بالعلم، علم النفوس وما بين النصوص. بدعي الأخت سعاد الحكيم تجي على نيو تي في، وعندك مطلق الحرية بدون ما أسأل صاحب المحطة، أنت ونحن المشاهدون والمشاهدة. اطلبوا قد ما فيكم تحطوا برامج علمية، ما نفتح محطات جديدة. أنا حكيت مع المسؤول ومستعدين بالنيو تي في بأقل كلفة ممكنة. الواحد صاحب شركة ولا أي تحط برنامج مثل الجزيرة، ولكن منحط برامج علمية. بيجوا علماء أجانب، بتكون ترجمة فورية، في علماء عرب موجودين برا. بيقولوا لمريم ما حدا رح يقبلنا، منقبلك ومنحترمك بقلبنا. كيف قبلوا مريم نور بهال الشكل يلي منه مرغوب؟ لازم يكون ميك اب. انا عندي ويك اب، وكتار اللي عندهم ويك اب. عم شوف اولاد تحت العشرين، بنات وشباب، مريم تجرنا 12 سنه على البحر عم بيشرب دخان مدري شو في بالسيجاره، وثمان سنين. ببعث كثير من اصحابنا الشباب والصبايا بيروحوا بيتمشوا هونيك، بيقعدوا بيحكوا معهم كيف فيك تتركي ابنك هيك وبنتك وحدهم؟ وين بيتكم؟ بيجي البابا بياخذنا. بطلب من المطاعم ما تعطون مشروب تحت 18، مش 12، تحت 18. انت بضميرك. كل صالونات التزيين اللي هالفنانات عم بيروحوا، انتبهوا، تحت كل شعره من شعرك في 50 بليون محطة تلفزيون من صنع الخالق. بتفوتي بهالعوالم الداخلية وانت مش هون. أسخف شيء عم بيصير بهالعالم اليوم انه هالفنانة مفكرة حالها إذا هزت ليزا وهزت عزة يعني وصلت للعز. بتموتي الساعة 3 الساعة 5 إذا ما دفنوكي بيقولوا أنت بيجي يشيلوا هالجتة. ما حدا أولادكم وأموالكم فتنة. بتتسلى بابنك لأنك عم بتشوف حالك فيه، بتجيب له لعبة لأنه أنت بتحبها. الولد ما بده لعبة ولا بده، خلينا نتعرف شو جاي يعلمني، شو بيعرف اللي أنا ما بعرفه. بأحلى مدرسة حطيته أغلى مدرسة، جبت له معلم على البيت ولاقي شو صار فيه، قاعد يدخن ويحشش. خبرتكم البنت اللي حملت من أبوها أو من أم من خيا منا عارفة، وأربعتهم تأثروا وبكيوا وعارفين إنه صار شيء بالبيت، لأنه الأم بتطبخ والبي بيسافر 11 شهر وابنه كمان، وجوا شافوا بنته بالبيت لابسة سترينج عم بتفرجي بيها. في غريزة حيوانية بقلب كل إنسان وبجسد كل إنسان، لأنه بطل إنسان صار شهوة، في خدمة الشهوة، بجيب مصاري وبيطلع سيارة وعمره 70 بفوت بالعشرين.
لأنه هو بعمر 20 ما عاش. هون بحب أشكر وأذكر رئيس جمهورية أمريكا كلينتون وقت اللي قالنا، قال أنا تزوجت هيلاري عمره 40 وبعد 40 يعني بالسن الرشد والبلاغة والبلوغ، وأنا بعدني عمري 16، وكان أحلى وقت بحياتنا بأمريكا وقت اللي كان هو رئيس جمهورية. فإذا حتى يهتموا بالاقتصاد على زوقهم عملوا له هالفتنة. قلت له لو أنت بلبنان وبالأمة العربية مين بيسأل مع مين رح تكون؟ يعني كل رؤسائنا وشعبنا القليل كان من أفضل الرؤساء، لك شو عملوا فيه كندي قتلوه، وهيدي أعمالنا عم تعمل هيك. ليكو بوش هلا شوفوا شو بده يجي بعد، يا محلى بوش. بدنا نقول نترحم على الموتى أحياء وأموات، لأن نحن اليوم بحاجة إلى عقل وما عنا إلا الجهل. فإذا شو بنعمل؟ بدنا نرجع إلى العلم ونرجع نعيش أخوي بالله، نشيل الألقاب، الفنانة، السيد والسيدة المحترمين، يا معالي الوزير السابق. كيف تقبل أنت حدا يقول لك هالألقاب؟ كيف بتقبلي رجل أعمالي؟ شو بيعمل فيك يا رجل الأعمال؟ دوغلاس وايت إذا منه أغنى رجل في العالم من أغنياء الناس، وقت يوقف حدي تيجلي أنا وياه يقول لي مريم عم تجلي كأنك it's an art، كيف بتجلي؟ قلت له أنا ما عم بجلي صحن، عم بجلي جسدي الداخلي، عم بجلي قلبي، هيدا الجلاء. أنا عم بجلي هيدي طنجرة بشكل قلب حبيتها واشتريتها، لأنه أنا عم بجليها بجلي قلبي. بقول له أنت عم بتحرك العالم ومن إيدي عم بتحرك هالطنجرة. كل شيء منشوفه ومنقول الله في هذا الشيء، نعم يتكلم الحديد، نعم يسبح الله كله، نعم. شوفوا لويز هاي بلا لغة أجنبية يا جماعة رح نضل غريب وغرباء في وطننا. الدولار حكم العالم ولغة الدولار، وعندهم العلم، عندهم حرية الكلام. بأمريكا في شعار pay taxes fuck the president، ما رح ترجمها هون. إذا قلتوا كلمة عيب، ليش؟ ليش إذا ظهرت الحقيقة عيب؟ ليش إذا عشناها بالسر وتحت التخت وبالسر مع شيء كله بالخفا؟ ليش مش بالخفر؟ شو الفرق؟ شو الأخفى والخفايا؟ فوتوا على موقع بيتالحق.com. ما بعرف إذا علاء السيد رح يرجع الأمة العربية، ما فيني إلكن شو عم بيصير في تكريم وشو عم بيشوف. قال لي مريم تعي شوفي، وأنا بروح دايما لعند أوشو وكتار منهم، بروح كتير لعند رمانة مهارشي بعده مركزه موجود، ومش المهاريشي، رمانة مهارشي أول ما راح كمال جملات على الهند حس فيه هون إنه جاي، ولأول مرة بينزل من الجبل وبيستقبله. بيت الحق .com دايما موجود على البرنامج. ميرسي سيلفي غيرت حتى تشوفوا دايما، اذا تشوفوا اي غلط بالبرنامج بعتوا اكتبوا قولوا لي للشباب للاداره اي كلام بتشوفوه اقوى عليكم. بيت الحق بتلاقوا كتاب النكاح واشهدوا، هون مهم كثير هيدا سر الاسرار. قريبا الرجل المرأة كتب كتيرة، 72 ألف كتاب هلأ في لأوشو، وها 72 ألف كتاب هو ما حكي هون جابهم من الأكاشيك ريكوردز. هالأكاشيك ريكوردز موجودين بالإنسان بس مش فوق، أنت بتعلى لفوق وبتصير تسمع باللغة اللي بدك إياها وبتحطها. اليوم في علم وهالعلم موجود عند أسعد علي في سوريا على المز بيته. أسعد علي عنده علم، كم لغة بدك؟ بشفرك دغري باللغات وبتفوت. هالعلم موجود بأسماء الله الحسنى، ولكن بتصير تعرف تحكي عربي بدون ما تحس فيها، بتحكي إنجليزي بتحكي. لازم نتعلمها نحن عن يقين وإدراك.
اللغة. الحفينة بس بتشيل الغبار وبتشوف العطور. كل لغة هي عطر. مش عطر. فإذا بدنا نرجع نحوت برامج مثل بيت الحق. هالبرامج موجودة على بيت الحق، بتشوف وين في لينك إنك تدخل. صعب هلأ نجرب يكون عندنا جماعة بالأمة العربية مريم متنادى. الميل ما بيعمل جماعة. أنا جيت على لبنان بملايين الدولارات من كل أصدقائنا تنعمل مركز في الجنوب، ما قدرنا. شخص واحد قال لي هيدي 6 مليون دولار تقدر افتح مركز سنة 82 83. اجا قال لي مريم حرامية openly, you know, they are all thieves. هيدي ما موجود بأمريكا. هيدا ميل بدون ما ندفع ضرائب بيتجمع وبينفتح مراكز علمية. رجعت أنا بضيعة اسمها معاد، عملت بيت وخبرتكم القصة. يعني ما التقيت بناس عندهم هالعلم أو أخلاق. ما في، بدي أخلاق خلقه القرآن. ما بقبل ناس أقل مني. بدي مثلي أقل شيء وأفضل يكونوا أكثر. أنا نقطة ومعلمي محيط، برع المحيط. وقت اللي بكتب كتاب باللغة العربية بمسك القلم، والقلم والقلم بيكتبوا من الأكاشيك ريكوردز. هو دي سجل كل إنسان معه كتاب بيجي على هالعالم. تشتري طنجرة بيعطوك ورقة. وهيك لما جيت أنت على هالأرض ودخلت برحم أمك وأبوك معك كتابك بيمينك حتى ترتفع بهالكتاب، طاقة الأنثى. شو مكتوب بكتاب مريم نور؟ بدي فوت من الـ unconscious conscious subconscious، بدي أشتغل على هون بكتاب أشهده هالعلم موجود. وكتاب يلي عم بينزل مقالات عن أجسادنا. فإذا وقت اللي بتشوف أشهده بصير عندك وعي. دون الوعي بعدين في subconscious اللاوعي. هون الشغل باللاوعي إلى الوعي، من اللاوعي إلى الوعي. هلأ نحن عنا حوالي 4% بس، هون عنا حوالي 90% كلهم باللاوعي. شو منشتغل عنهم؟ أنتوا بالقراءة بالعلم. نتابع هالبرنامج ونشجع البرامج العلمية.